كده عارفه ايه شكله كمان وحش. مشهور جدا يغير لون السنان والناس ايه بتستخدمه كتير؟ المعجين اللي علاقه بالتبييض. يعني احد اضرار المعجين اللي علاقه بالتبييض ان هي بتعمل ديسكالريشن، ايه ده؟ تغيير في لون السنان. معقول صدقيني يعني اشتري معجون اسنان يبيض يروح مغمق لي؟ النتيجه ما تختلفش كتير عن الناس اللي هي بتجيب عيش بقى وتجيب بيكربونات والحاجات الحلوه دي. يعني في اللغه السهله البسيطه ما بين الدكاتره كده يقول لك ده احلى اكل عيش للعيادات. ان هم انت بتروح بتاخد نتيجه فوريه عاليه جدا جدا جدا، بس هي فيك. تعالى بقى بعد 6 شهور وريني المنظر، يا ألم نهار مرعب، أبيض. تسوسات عالية جدا، كيريز اندكس رهيب، ألم لا بأس به.